وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي حصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بروتردام في هولندا عام 93. نال درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 97 تحت إشراف جامعة كارلس رو بألمانيا. تولى منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من يناير عام 2000 إلى يونيو 2004. تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من عام 2008 وحتى نوفمبر عام 2011. تولى منصب المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من نوفمبر عام 2012 حتى آخر فبراير 2014. يشغل منصب وزير الإسكان منذ فبراير 2014 وحتى الآن. أهلا بحضراتكم مرة أخرى ولقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ خالد. أهلا وسهلا. شكرا لتشريفك آخر النهار. أنا هبتدي معاك من كلمة قالها السيد الرئيس، معرفش دي أنت بتمثل أمل للناس ولا بتمثل عبء عليك. هو قال أي واحد بعد كده عايز شقة وتنطبق عليه الشروط هياخدها. دي كلمة ضخمة جدا جدا، أنت جاهز للكلام ده ولا مش جاهز؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس تمثل أمل أكيد لكل المصريين. وبالنسبة لنا احنا لوزارة الإسكان، أنا هستعير الكلمة اللي برضو سيادة الرئيس قالها، هو تحدي التحدي. أنك أنت تستطيع أنك أنت تبني لكل المواطنين اللي هتنطبق عليهم الشروط، ده هيبقى في حد ذاته تحدي غير عادي النهاردة لوزارة الإسكان، ونأمل إن شاء الله يبقى في ميزان حسناتنا جميعا. أيوة تأمل، لكن الإمكانيات أنا هقول لحضرتك يعني لما كل واحد، أصل دي كلمة ضخمة ومنطوق رئاسي طبعا، فأي واحد هيروح بعد كده منطبق عليه الشروط يروح ياخد شقة ملقاش هتبقى مشكلة. مظبوط يا فندم. خليني أقول لحضرتك إحنا النهاردة في مشروع الإسكان الاجتماعي وصلنا لإيه. يعني إحنا الحمد لله كدولة النهاردة استطعنا في فترة سنتين إن إحنا ننجز إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر، ويمكن خليني أقولها لحضرتك على مستوى العالم إنجاز كبير جدا في هذا المشروع. إن إحنا النهاردة مشروع الإسكان الاجتماعي إن إحنا بنعلن كدولة إن إحنا عايزين خطتنا في هذا المشروع إن إحنا نبني 1,000,000 وحدة سكنية في خلال مدة زمنية حوالي 5 سنوات، وبنقدر في خلال أقل من 2 نكون على الأرض بننفذ أكتر من ربع هذا العدد، يعني 256,000 وحدة بالفعل شغالين في فترة أقل من 2، خلصنا منهم 105,000 وحدة خلصوا بالكامل وتقفلوا بالمفتاح وأعلننا عنهم والناس تبدأ تستلم فيهم. ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا. عشان نقارن، حضرتك في أعظم فترات وزارة الإسكان في مصر استطاعت إنها كانت تبني كدولة كلها، مش وزارة الإسكان بس، كدولة مع المحافظات مع كله، ما يعادل 53 أو 54 ألف وحدة قبل كده السنة. ده أقصى رقم قدرنا كدولة إن إحنا نعمله نبني. المرة دي 256. النهاردة اللي أنا بقول لحضرتك 256 ألف وحدة في أقل من 2، خمس أضعاف يعني، خلصنا منهم 105 ألف بالفعل. فالنهاردة ده كرقم ده لوحده يعني يمثل إنجاز كبير جدا لهذا العمل. لكن في نفس الوقت طبعا، ودي يمكن الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس وهو محق فيها بالكامل، إن النهاردة الإنجاز ده مش كافي، لأن إحنا عندنا فجوة كبيرة جدا في الإسكان نتيجة للدولة ما كانتش قادرة في الفترات السابقة إنها تهاجم هذه القضية، قضية الإسكان محدود الدخل، وتحلها بصورة جذرية، عشان منها إنها تمنع ظهور العشوائيات قبل ما تبدأ تبقى موجودة بإنك بتبني بالعدد الكافي للمواطنين. ده اللي خلى النهاردة سيادة الرئيس بيقول لأ، إحنا عايزين نبدأ ب 200,000 غير ال 256,000 دول ويخلصوا في سنة،
مع ال 256. يعني انا بتكلم النهارده ان احنا ان شاء الله باذن الله في تخطيطنا وباذن الله في قدرتنا في خلال سنه من اعتباره من شهر مارس القادم سنه كمان نبقى مخلصين 456,000 وحده سكنيه بالكامل. فدول طبعا هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني تبقى خطوه مهمه جدا، رقم مهم جدا. خطوة الاهم المليون دول يحققوا الكلام، الوعد هذا الوعد الرئاسي يتحقق بالمليون ولا يتحقق باكتر؟ يعني كام شقه عايزينها بص حضرتك عشان نحقق هذا الوعد الرئاسي؟ بص حضرتك المليون بالتاكيد هيبقوا بيحلوا مشكله كبيره جدا 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 في الاسكان. لان احنا عندنا حضرتك بس عشان نعرف الارقام كمصر، احنا كل سنه محتاجين نص مليون وحده سكنيه جديده. كل سنه؟ كل سنه. مع عدد الزيجات وعدد النمو السكاني مش اللي اجتماعي بيحصل، يعني كل الناس كل المستويات منهم 70% من هذا الرقم لازم يكون اجتماعي. 70% يعني بنتكلم على الاقل 350,000 دول المفروض اللي الدوله والقطاع الخاص يبنوهم مع بعض. تمام. فالنهارده انا لما اجي واقول ان الدوله لوحدها تدخل وتبني 200,000 من هذا الرقم، يعني انا اكون كدوله ببني حوالي 60% من هذا الرقم. تمام. قبل كده كانت النسب اللي الدولة بتبنيها من هذه النوعية من الإسكان مع كل التركيز عليها لا تتجاوز 20-25%. وكان الباقي كله مطروق للقطاع الأهلي والقطاع الخاص. النهاردة إحنا من خلال هذا المشروع كدولة بنتعدى 60% من حجم الاحتياج اللي في السوق. وده حجم كبير جدا. ولا لسه في إجراءات هتحصل؟ لا، إحنا النهاردة اللي بيحصل إيه حضرتك اللي بنعمله؟ إحنا كنا بننهي الشقة بالكامل، نخلص المشروع بالكامل ونبدأ نعلن عليه. كله على نفقة الوزارة، كله بفلوس الدولة. طبعًا بفلوس الدولة حضرتك بالكامل، وبعد كده بنعلن عن هذه الوحدات للمواطنين عشان يبداوا يتقدموا. تمام. هذا المشروع هو بالكامل ممول بفكره التمويل العقاري. واستفدنا من مبادره البنك المركزي اللي كانت اعلنت ان لهذا المشروع بالذات هتبقى الفايده تبقى 7% متناقصه. ودي طبعا يعني حضرتك ميزة طبعا كبير غير يعني ميزه غير عاديه طبعًا. لان الفايده العاديه في التمويل العقاري كانت 14%. فاحنا كده نزلنا لاكثر من نصف الفايده اللي على القرض. فبقت النهارده وبتبقى متناقصه بمعنى ان دايما بتتحسب على المبلغ المتبقي. تمام. مش بتتحسب ثابته وبعدين وده مدروس اقتصاديا؟ طبعا. طبعا حضرتك احنا درسناها يعني اقتصاديا. وهنا اهم ميزه في هذا البرنامج حضرتك انه ما بقاش مرتبط ببرنامج رئاسي ولا بشخص معين. ودي كانت اهم توجه دوله حقيقيه. ان احنا النهارده الدستور بتاعنا اللي اقر بقى في مادة بتنص ان الدولة ملتزمة على تلبية الاحتياجات السكنية لكافة مواطنيها. تمام. ترجم لقانون. تمام. اللي هو قانون الاسكان الاجتماعي اللي صدر في 2014. تمام. الاهم بقى في كيان مؤسسي وطني مركزي مسؤول عن هذا البرنامج اللي هو صندوق الاسكان الاجتماعي. فما بقاش الموضوع مرتبط زي ما كانت في فترات سابقة ببرنامج معين يقول انا حابني مش عارف كم وحدة في 3 سنين وقف. لا، بقى الموضوع خلاص دائم. تمام. يعني بقى النهارده ده اصلنا واسسنا بفضل هذا الدستور بالظبط ببرنامج واسلوب اداره وميكانيزم للتمويل لهذا المشروع الكبير ان هذا الكلام يبقى مستمر. طيب انا بقى كمواطن وسامع من وزير الاسكان هو على كل هذه الوحدات اعمل ايه بالظبط؟ يعني ايه الشروط اللي تنطبق عليا؟ اخد الشقه دي ازاي؟ النهارده احنا حضرتك طبقا لقانون الاسكان الاجتماعي النهارده احنا بنعلن عن هذه الوحدات. يعني احنا اعلنا لغايه النهارده، انا قلت لحضرتك احنا خلصنا 105,000. تمام. اعلنا عن 84,000 منهم. كانوا خلصانين. تمام. فمتبقي حتى الجزء الزياده ده هنبدا نعلن عنه في خلال الايام القليله القادمه. تمام. وتوزعوا ولا لسه ما وزعنا عدد كبير منهم؟ لان اللي بيحصل ايه حضرتك بيتقدم لنا عدد كبير جدا. تمام. يعني انا ببقى منزل مثلا 10,000 20,000 وحده، احنا نزلناهم على اكتر من 5 أو 6 اعلانات. تمام. كل اعلان بيبقى 10 15 20,000 وحده، بيتقدم لك مثلا 100,000. ال 100,000 دول النهارده علشان اولا تلم الورق بتاعهم وتبدا تفرزه وتتاكد ان بتنطبق عليهم شروط اللي انت حاططها للناس اللي هتستفيد من هذه الوحده. الكلام ده كله بيتعمل من خلال جهات في الدولة عمالة بتدرس، بتقعد تشوف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصندوق التمويل العقاري، البنوك نفسها، عشان تتأكد ان المواطن ده هيتنطبق عليه الشروط دي. لان طبعا الوحدة دي مدعمة دعم كبير جدا من الدولة. فعشان نطمن انه بيروح للمستحقين هقول لحضرتك ولا لانه في بعض الناس قالت انه اسعار الوحدات غالية في طيب. الصحافة خلينا نتكلم الوحدة النهاردة هي عبارة عن ايه. الوحدة النهاردة هي وحدة 90 متر
ثلاث غرف وصاله ومطبخ وحمام متشطبه بالكامل. تمام. ومش فقط الوحده اللي احنا بنبنيها، احنا بنعمل وحده في منطقه مجتمع متكامل في المرافق، في اللاندسكيب، في الملاعب، جناين بقى وملاعب، في المدارس، الوحده الصحيه، الحضانه، السوق التجاري، المركز الطبي، كل حاجه. تمام. وده هنا برضو النقله الكبيره عن المشروعات السابقه. ان كان بيتعمل مجرد عمارات والسلام عليكم. لا، النهارده انا بجيبك بتسكن في مجتمع على بعضه، كل خدماتك موجوده بالكامل. تمام. طب النهارده المواطن بيتحمل او الدوله بتتحمل ايه في هذا المشروع؟ الدوله طبعا متحمله الارض بالكامل، المرافق بالكامل، كل الخدمات اللي بتتبني في هذا المشروع بالكامل الدوله دافعاها، بتتحمل كمان الاهم انها بتدي دعم مباشر للمواطن في ثمن الوحده. يعني انا اللي بعمله الاتي، مجرد بحسب تكلفه الوحده كإنشاء، وهو ده اللي بقوله للمواطن، ان ثمن الوحده هو ده، وده فقط اللي انت هتدفعه، مش محمل عليه لا ارض ولا مرافق ولا خدمات ولا اي حاجه خالص، باعتبار ده من دور الدوله. بالظبط. ومجرد بقول له ادي تكلفه الوحده وده اللي انت هتدفعه. فوق ده يسوي كده. فوق ده بقى بياخد دعم كمان مباشر طبقا لمستوى دخله. ازاي بقى من ثمن الوحده؟ الدعم ده بيتراوح ما بين 5000 ل 25000. هقول لحضرتك احنا كنا بنعملها ازاي. يعني لغايه الاعلانات السابقه كنا بنعلن عن الوحده ب 135000 جنيه. تمام. الوحده اللي 90 متر، اللي هي 90 متر، 135000 جنيه في اي يعني منطقه ولا في اي منطقه؟ فحضرتك دي كمان كنا بنطلب من المواطن ان هو بيدفع، لما بنزل الاعلان بيدفع 5000 جنيه. بعد ما بنخلص الاجراءات، ودي بتاخد 4 شهور 5 شهور على حسب، بنيجي نقول له تعالى كمل لغايه 15% من ثمن الوحده. تمام. وتستلم المفتاح وادخل الشقه. تمام. اول ما بنعمل الكلام ده، اول ما بيكمل 15% بنشوف دخله كام. احنا كنا المحطوط لغايه يمكن من يومين ثلاثه كان الحد الاقصى للدخل المفروض المستفيد لا يتجاوز ال 3000 جنيه كاسره. تمام. امبارح بالاتفاق مع البنك المركزي، او البنك المركزي اعلن ان هو رفعها ل 3500 عشان يدخل شرايح اكبر كانت بتطالب انها تدخل في هذا المشروع الكبير. لكن خليني اقول لحضرتك، كنا بنتكلم لغايه 3000 جنيه. فبنحسب ازاي ومفيش حد ادنى. يعني المواطن اللي بيبقى دخله 800 جنيه و700 جنيه و900 جنيه كان بياخد، بس بيتقسموا له الاقساط بقى. ما انا هقول لحضرتك ايه اللي بيحصل. فالنهارده انا بقول ان انا بدي كمان بقى، غير ان الشقه فقط ب 135000، بدي له دعم من الدوله مباشر كمان. الدعم ده من 5000 ل 25. كل ما دخله بيقل، يعني هو واخد الارض، الارض سعرها متشال من سعر الوحدات، المرافق، الخدمات، كل حاجه، زائد وكمان 25000 اللي دخله طبعا 900 جنيه 800 جنيه ده بياخد ال 25 بالكامل. فبعد ما يكون سدد 15% من الوحده بيتشال 25 منه، من قيمه الفلوس، من قيمه الفلوس اللي باقيه. طب ولو انا والباقي يتقسط لغايه 20 سنه. 20 سنه على حسب دخله، على حسب دخله وعلى حسب سنه. لان ببساطه شديده في بعض المواطنين كانوا بيشتكوا من ايه، احنا كنا في الاول برضو يا فندم يعني معاه 800 جنيه يقدر ياخد دي. كنا حاصرين وتشيل 25000 جنيه ويتقسم له على 20 سنه. بالزبط. على حسب دخله، على حسب دخله. لان طبعا احنا حاطين ضمن الاليه ان المفروض ما يدفعش قسط اكتر من 35% من دخله. تمام. فبالتالي الراجل اللي مرتبه 900 جنيه ده المفروض القسط بتاعه بيبقى 300. تمام. لكن بيحصل المشكله في ايه؟ ودي كانت بعض الناس اتكلموا فيها. قالوا طب احنا كنا حاطين الاول البرنامج في مرحلته الاولى ان المستفيد منه من 21 سنه 20 سنه. دول اللي يبقوا مستفيدين. على اساس ان انا حاطط فتره التقسيط 20 سنه. تمام. 20 سنه ده يبقى اللي عنده 40 لغايه لما يوصل سن 60. المعاش يقدر ان هو فانت يقصر. حطيت سن لحد 40. بالظبط. جه ناس كتيره طلبوا وقالوا طب احنا سننا اكبر وعايزين ندخل في هذه المبادره. فرفعنا السن لغايه 50. وطب هتعملوا ايه في فاللي بيحصل ايه بقى هنا؟ البنك لما يجي له واحد سنه كبير والنهارده بيقول له انا دخلي كذا، فاللي بيحصل ان هو بيقول له ايه، عشان تدخل في هذه المنظومه وكل اللي تقدر تدفعه 35% من دخلك، لازم المقدم يبقى اعلى اللي انت تدفعه. فبعض المواطنين اشتكوا قالوا ان المقدم فوجئنا انه بيتقال لنا ادفعوا 30000 و40000. لكن هو كله مربوط بالاليه اللي انت حاططها بهذا الكلام. بعض الناس برضو قالوا حاجه تانية، قالوا طب انتوا بتقولوا لنا الشقه ب 135000، بعد ما حسبناها لما نيجي ندفع بالاقساط على مدى 20 سنه الشقه هتقف علينا ب 180. فالرقم ده كده غالي. طبعا حضرتك ضحكت. طبعا
شقه زي دي لما بقول ان القسط بتاعها 7% متناقصه القسط بتاعها بيبدا ب 480 جنيه انا في أنا اي منطقه عشوائيه دلوقتي عشوائيه ايجار الجديد ب 600 و400 و500 والاهم ولسه واحد بعت لي انت طبعا احنا بناخد اسئله على الهاشتاج بتاعنا اللي على النهار وكان في اسئله على اليوم السابع ففي حد بعت لي من كفر الشيخ بيقول انه بعض الشقق وصلت الى 600,000 ومليون جنيه من شقق الاهالي بس هو يمكن متصور ان حضرتك لا 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 برضو لا, لا, لا طبعا لا طبعا حضرتك لكن كمان حاجه مهمه جدا عايز اقولها لحضرتك كمان 20 سنه الشقه اللي هو بيقول لي واقفه عليا هتقف اجماليها ب 180,000 قيمتها هتبقى بعد 20 سنه هتبقى حوالي مليون وشويه فهو حتى اصل هيبقى احنا هو كراجل حوش استثمر لاولاده يعني واستثمر لنفسه ولاولاده فحاجه هيبقى لها قيمه كبيره جدا بعد ال 20 سنه طيب احنا رحنا منطقة في العاشر من رمضان رصدنا بعض العمارات للإسكان الاجتماعي هنشوف هذا التقرير ونرجع نكمل برضو مع سيادة الوزير هو مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان حصة الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان إن شاء الله يعني هتوصل ل 32,000 وحدة سكنية. إحنا نفذنا 8,700 وحدة سكنية حتى تاريخه وبدأنا نخصص فيهم 5,300 شقة تم تخصيصهم للمواطنين وبنسلم فيهم يعني حاليا. اشتغلنا في 2015 حوالي 8,600 وحدة سكنية كمان غير ال 8,700 الأولانيين اللي إحنا بنخصص فيهم اللي قلت حضرتك عليهم. ال 8,600 دول ان شاء الله احنا يعني في حوالي 2,250 وحده سكنيه تم الانتهاء منهم ويعني ان شاء الله في خلال شهور على 30/6 اللي جاي نكون خلصنا 8,600 وحده. 2016 احنا بدانا ننفذ في 6,600 وحده سكنيه هننتهي منهم ان شاء الله على 30/12/2016. بنطرح حاليا دلوقتي حوالي 9,000 وحده سكنيه ان شاء الله يعني جاري على الاعداد للطرح ليهم. وباذن الله يعني ننتهي ونتمكن من الانتهاء منهم باذن الله في 4/2017. التشطيب بقى مستواه عالي يعني ما حصلش قبل كده هذا المستوى. السيراميك بتاع الحمام والمطبخ لحد السقف. الشقه نفسها معموله من السيراميك بالكامل. الواجهات ماده اسمنتيه ملونه من اجود الانواع الوانها ثابته بدلناها طول العمر ثابته. معمول المداخل الرخام، معمول الواجهات ألمونيوم، معمول الأبواب والشبابيك خشب سويد محترم. فاحنا زائد برضو زي ما انت شايف الواجهات فيها فوانيس ويعني في اهتمام بالشكل العام. عملنا هنا حوالي 140,000 متر نجيلة ادت برضو إيحاء ان ده كومباوند مش مثلا اسكان محدود الدخل، لا ده اسكان يعتبر فاخر بالنسبة لمحدود الدخل على مستوى عالي جدا من التشطيب ومن الجودة. مساحة 90 متر يعني 3 أوض وصالة. كان الأوضة 3 في 3 دلوقتي عملنا نموذج معدل بقت الأوضة 3 في 3.70 ومساحة العمارة زادت متر على مستوى يعني في عرض في طول العمارة كله بالإجمالي. فمستوى يعني بالنسبة لأي فرد يجي أو أسرة تيجي تقعد تستلم المفتاح وتقعد على طول بدون تكليفها أي قرش جديد زيادة. احنا هرية التوضيب بس كونها تتشال دي حاجة كويسة جدا. كويس انا شايف والله ناس ونشره غسيل وبطاطين سلمتوا كام شقه لحد دلوقتي؟ يعني احنا تقريبا خلصنا ما يقرب من اعتقد ما بين 25 ل 30,000 استلموا خلاص. لما سمعت موضوع السجاده الحمراء بقى بعد ما رحتوا انتوا وافتتحتوا مشروعات والرئيس الحقيقه ادى كتف كده في الخطاب لموضوع السجاده الحمراء، هسالك عن مشاعرك عليها بس بعد الفاصل. الحقيقه اسئله كتيره جدا جايه على الهاشتاج حوالين دار مصر وحوالين بيت الوطن وبعض المشاكل في برضه في عمليات تسليم وفي ناس اتسحبت منها شقق، كل ده هساله برضه لسياده الوزير. بس عايز اسالك الاول عن مشاعرك لما كلنا كده طلعنا قلنا السجاده الحمراء وسيبنا المشروع اللي انتوا بتفتتحوه، واضح ان الرئيس زعل. لا بص هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا طبعا اولا
كلنا بنرحب بأي نقد بناء لأي شيء. احنا كلنا كمسؤولين بنبقى واعيين جدا، وفي الاخر خد بالك احنا بشر، يعني لينا يعني بنصيب وبنخطئ زي اي بني ادم. لكن خلي حضرتك حط نفسك مكان، مش هقول لك الوزير ولا المسؤول، حط نفسك مكان العامل والمهندس الصغير اللي قعد سهر ليل بنهار لمدة سنة خلص المشروع الكبير جدا اللي انت شايفه ده. حضرتك دي مدينة كاملة 13,000 وحدة سكنية اللي بكل الخدمات. 13,000 دي يعني حضرتك تضرب الوحدة في متوسط 5، يعني بتتكلم في 65,000 بني ادم مصري هيعيشوا هنا. وكل اللي حضرتك شايفه ده اتعمل في اقل من سنة بالمدارس بكل حاجة. فالناس كلها فالناس كلها طبعا يعني اللي كانوا شغالين حاسين كلهم يعني بنوع من الفخر والسعادة ان هم قدروا ينجزوا هذا المشروع الكبير جدا في هذا الوقت. فطبعا انه يختزل الموضوع كله في موضوع زي السجادة اكيد جابت للناس كلها اتضايقوا واحباط. طب يعني طب بتضغطوا عليه؟ لا والله انا بمنتهى الامانه زي ما بقول لحضرتك احنا كلنا بنقبل النقد وبنتعلم من هذا النقد. ايه اللي احنا بس الرئيس دايما بيشير انه بيقعد معاك فتره طويله، وانا حضرت مره لقاء وكان بيقول انه قعد معاك وقعدتوا تحسبوا حسبه ووفرتوا مليار جنيه مش عارف منين وخدتوا المليار دول وصرفتوهم فين. يعني واضح انه انتوا في التفاصيل قوي يعني. طبعا يعني بص سياده الرئيس، ودي طبعا يعني انا بقولها وتحسب له، بيدخل في ادق التفاصيل ومن خلال ادق التفاصيل دي بنقدر فعلا يعني ناخد قرارات مهمه جدا بتسرع في الوقت وكمان بتوفر في التكلفه بصوره كبيره جدا. واعتقد في الفتره هو نفسه في الشركات وبتاع طبعا ده طبعا في المشاريع الكبيره فعلا، وبيجيب الشركات وبيقعد معاهم يعني ويفاوض معاهم. اللي انتوا بتعملوه دلوقتي فلوسه منين؟ من حصاد بيع اراضي مثلا؟ بالظبط يا فندم. يعني انا عايز اوصل لحضرتك المشروع النهارده انت لو حسبت فقط، يعني سيبك من كل بقى الخدمات والمرافق ومحطات الميه، مجرد لو انا قلت يعني لو حسبتها عشان حضرتك تبقى عارف، لو حملت المرافق والخدمات واللاندسكيب ونصيب الوحده دي من محطات الميه والكلام ده كله اللي احنا بنشتغله، هذه الوحده المفروض تبقى قيمتها على الارض حوالي 200,000 جنيه. الوحده دي او واقفه على الدوله بهذا الرقم. فالنهارده لو انا بقول ان انا بعمل 200,000 وحده و 200,000 جنيه في هذا التوقيت، في مش على بقى كمان بالظبط بالظبط حضرتك مش فاضل ان انا 20 سنه بالظبط يا فندم. عشان بس المواطن يبقى عارف الدولة دعم هذه الوحدة بقد ايه. ان لما النهاردة كنت بقول له ده انت بتدفع من فقط 135,000 في المراحل السابقة، وهي تمن الوحدة فعليا واقف على الدولة ما يقرب من 200,000، وغير كل ده فوق ده بديله كمان دعم بيوصل ل 25,000، هيبقى عارف النهاردة الدولة داخلة بنحملة قد ايه في هذه الوحدة ليه. عشان المواطن طب انتوا بقى انتوا ده للناس اللي هي شغالة ومرتباتها حضرتك بتقول لحد 3500 جنيه او 3500 بالمقدره الاخيره، معدمه تماما. هل دي ده في تخطيط للناس دي؟ يعني في ناس ما عندهاش يعني حاجه ولا طبعا. شغال في حته ولا عنده تامينات، شغال عامل نظافه، شغال في ناس كتير متبهدله. بص حضرتك احنا يعني كان موجود وبننفذه كوزاره محور اسمه الاولى بالرعايه. دي كانت بتبقى شقق صغيره لغايه حوالي 52 متر بحيث انه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هو كل اللي بيدفع 1000 جنيه وبيدفع بعد كده ايجار 125 جنيه فقط لا غير في هذه عشان هذه الوحدات. وموجود منها جزء كبير جدا في اكتوبر حوالي 7,000 وحده موجودين على طريق الواحات، موجودين منطقه الاولى وبرعايه، وممكن متنفذه في اكتر من مكان. نفذنا كدوله من هذه النوعيه من الوحدات حوالي اكتر من 18,000 وبدين حاطين في خطتنا ان شاء الله ان برضو هنستكمل هذا المحور عشان يخدم هذه الفئه. طبعاً. لكن ايضا ضمن بقى برنامج الاسكان الاجتماعي احنا ان شاء الله ناويين جزء من الوحدات اللي هنبنيه هيبقى بغرض الايجار او اللي هو غرض الايجار التمليكي، مش بنسميه الايجار التمليكي. في الحاله دي بيبقى برضو مجرد هنكتفي ان هو المواطن يدفع المقدم اللي هو دفعة الحجز فقط، وهيدفع ايجار بقى هنسميه ايجار هيبدأ من حوالي 250 جنيه، وبعد في خلال 30 سنة طالما ان هو مداوم على سداد الايجار يتملك الوحدة. ده هيبقى محور اخر لفئات محددة اللي حضرتك بتتكلم عليها. لكن عايز اقول لحضرتك كمان حاجة مهمة جدا الحقيقة، البنك المركزي
وافق عليها برضو امبارح، وده خبر مهم لازم يعني اخد فرصه ان انا نقوله النهارده. ده انفراد يعني لينا ولا دي؟ اه يا فندم، ده هو يعني اعلن بس ما اعتقدش ناس كتير عرفته. ففرصه ان انا ابقى موجود المواطنين يعرفوا النهارده ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، اي مواطن هيبقى دخله من 1400 فاقل، البنك قرر ان الفايده اللي تبقى موجوده 5% بدل 7%. 1400 الاقل 5% بس، 5% بدل 7%. تمام. فده طبعا هيفرق جامد جدا في المقدمات وفي مهم الكلام ده يا جماعه، وشوف اذا كانت الدوله شغاله برضو دعم اخر لهذه الفئه اللي هي فعلا بنقول الاقل دخلا بقى. طيب اللي هي حوالي، عايزك تسمع بقى، اكيد في شكاوى. منال من المنوفيه، اهلا بيك يا منال. الو الو. محمد من شبرا، محمد اهلا بيك يا محمد. الو محمد. منال من المنوفيه، محمد من شبرا، مي بورسعيد، التليفونات مش يظهر فيه بس خطا في التحويل، هنرجع لكم تاني. طيب انا بقى عايز اجي لك على دار، على دار مصر. دار مصر دي بقى، بص شايف كل ده، كل ده دار مصر، الاساتذه كلهم اللي بتوع دار مصر اللي بعتوا لي كلهم مقدر وكلهم موجودين هنا، ناس كتيرة جدا. أنا من حاجزي وحدة سكنية مشروع دار مصر، أرجو سؤال معالي الوزير، لماذا تجبرنا الوزارة على الاختيارات حيث أنه تم فتح باب الاختيار لنماذج التشطيب وتم اختيار النموذج الرابع الذي تم إسقاطه من قبل الوزارة، فبعد أن تم إجبارنا على اختيارات رديئة ونماذج متشابهة جدا اخترت النموذج الرابع الذي لم يتم اعتماده من الوزارة. أغلبهم في السكة دي، انه في اجبار على الاختيارات، وان في بعض الناس حجزت وبعدين تعثرت شويه فسحبت مني الشقه بعد التخصيص ودفع 53,000 واربع اشهر اقساط علشان قلت عندي سكر. في تاني برضو في دار في بيت الوطن برضو، تعلم يا سياده الوزير ان حلم اي مصري يعمل بالخارج هو بناء منزل في وطنه، وكان هناك بالفعل مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج، ولكن نحن نعلم لا نعلم لماذا توقف هذا المشروع خاصة في الأقاليم، وأنا أتحدث عن محافظتي المنيا، أعمل في الخارج وأريد بناء منزل. ده مروان محمد وشغال بره. في كمان السلام عليكم، استفساري بخصوص مساحات الشقق في الإعلان الأول، قدمت في الإعلان الأول في شهر يونيو 2014 بدون تفاصيل كان الإعلان، وتم الاكتفاء بكتابة اسم المدينة فقط، استوفيت بياناتي واستكملتها، وبالفعل استلمت الوحدة من 3 شهور، ومن قبلها رحت للبنك أكثر من مرة قبل استلام الوحدة، أخذت جواب التخصيص من البنك وذهبت لكي أرى المكان على الطبيعة ومكان الشقة، موقعها كويس جنب كذا بمدينة 6 أكتوبر، كاتب اسمه وحدة تانية يعني مشروع خاص، ولكن المساحات وتقسيمة الشقق ضيقة جدا، ده بيتكلم على 63 متر. علي محسن إبراهيم، وقبل الاستلام حاولت مرارا وتكرارا الذهاب لوزاره الاسكان في شارع القصر العيني لمحاوله التحويل او تغيير المشروع او تبديلها بوحده 90 متر وليس 63، ولم يوفق. ترد بايه على الناس دي على ما التليفونات تتظبط عندنا، ونسمح برضه للساده المشاهدين اللي عندهم. طيب ولاء من العبور عشان تاخد بالمره يا فندم. اهلا يا ولاء، اتفضلي. بقول لحضرتك انا دلوقتي جوزي عنده 45 سنه وانا عندي 5 اولاد. فاحنا مرفوضين من بنك مصر، فانا بقول لهم المفروض لغايه سن 50. بيقولوا له لا احنا مالناش دعوه، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا مرفوضين من البنك. مرفوضين من البنك، وكل شويه عمالين نشتكي في الوزاره ونشتكي في البنك ونروح. وهو 45 ورغم ان سياده الوزير قال 50 دلوقتي. وهو مقدم ان هو عنده 44 سنه. عايز تسالها اي حاجه؟ طب حضرتك ايه كان سبب الرفض يا فندم؟ نعم؟ ايه قالوا لك ايه في الرفض؟ اللي اتقال سبب الرفض ايه؟ السن، بيقول لي السن. بس السن ولا مفيش اي حاجه تانية؟ لا بيقول لي السن. طيب بشكرك يا ولاء، شكرا جزيلا. انا معايا على التليفون يا جماعه سياده اللواء اسماعيل عثمان، المتحدث الرئيس الشؤون المعنويه الاسبق. اهلا بيك سياده اللواء، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا يا فندم، والله وحشنا صوتك، وحشنا ربنا صوتك. ربنا يخليك، ربنا من ايام البيانات. الله يخليك، الله يخليك. حضرتك عايز تكلم وزير الاسكان؟ طبعا. بقول تحياتي للاخ العزيز معالي الوزير الدكتور مصطفى مدبولي، الاخ الكريم الفاضل، وانا بحبه، كان في مره استقبلت في مكتبه، وراجل محترم.
محترم وعلى وانا كل اللي بطلبه بقول له ربنا معاك ويكون في عونك والشيله تقيله لكن انت قدها. الله يعزك. من وزراء الشباب المحترمين اللي احنا بنقدر ونثمن مجهوداتهم. ربنا يخلي حضرتك. انا بس بحييك وفي بس مشكله صغيره بحب اعرضها على حضرته، يعني يا ريت هي مش شكوى لكن يعني امل ان نشوف لها حل. يعني اتفضل. انا عندي السيده حرمي طبعا اشترت ارض حضانه بالمزاد من هيئه المجتمعات العمرانيه في 2010 تمام، ومساحتها حوالي 1900 متر بسعر المتر ساعتها 805 جنيه تمام، وكانت شروط البناء دور ارضي دور ارضي واحد وعلى مساحه 30% من اجمالي الارض تمام. والحقيقه معالي الوزير بمجهود كبير لما جات له طلبات كتير من ناس كتير الحقيقه تكرم وعمل مجهود كبير وانا بأثمن واقدر هذا المجهود، وصدر قرار من هيئه المجتمعات العمرانيه بالتصديق ببناء الدور الاول بشرط انه يكون مكاتب اداريه. فتقدمنا بطلب لجهاز المدينه عشان يطلعوا لنا الترخيص لبناء الدور الاول، بعتوا لهيئه المجتمعات العمرانيه علشان يحددوا العلاوه للمبنى الدور الاول. تمام. صدر قرار من اللجنه العقاريه رقم 12 بتاريخ 22/2 يعني من اسبوع تقريبا بتحديد قيمه العلاوه المستحقه نظيره اضافه الدور الاول للحضانه ب 5865 جنيه للمتر. رغم ان كانت الاول ب 805 ايوه كانت الارض ب 805 يعني 5000 دي للبنى العلاوه العلاوه وعلى ايه كمان بقى؟ وعلى مساحه الارض كلها مش ال 30% كمان. يعني بمعنى كده بص لقيتها وصلت 11 مليون وواحد و 171 الف وانت معاك كم ال 11 مليون يا سياده اللواء؟ اقسم بالله ما معايا اكتر من 500 الف يعني ما معيش يعني والله العظيم بتكلم جد مش بهرج يعني تمام حضرتك يعني 11 مليون يا فندم وانت اللواء اسماعيل عتمان بقى والجيش وقواته المسلحه وبيتصل بالتلفزيون يشتكي زي المواطنين اهو يعني برضو دي والله دي حاجه يعني دي حاجه ايجابيه جدا يعني هو مواطن مواطن مصري بيشتكي زي بقيه المواطنين. والله انا ماشي قانوني وانت عارف ان احنا منضبطين ربنا يبارك لك وانا مش بشتكي لسياده الوزير انا بقول له مقترح حالي يعني يرضي مين بس يعني ده ممكن يعطل لنا استثمار ويعطل لنا ناس تبذل مجهود ويعطل لنا ناس تشتغل وبعدين انا مش عايز اتعرض لحركات اخرى عشان ما ازعلش معالي الوزير مني يعني لانه راجل محترم واكثر من محترم يعني فانا بقول له شوف الموقف ايه يعني يرضيك انا شاري بمليون وشويه ابص الاقي بيبيعوا لي ب 11 وشويه مليون وبعدين انا هبدي على 30% يعني بشتري 70% هوا فوق يعني ارضي اهو بستغله كحديقه ولا حاجه لكن اللي في الهوا ده 70% فانا مش عارف والله يعني بشكرك سياده اللواء رساله وصلت وبشكرك شكرا جزيلا على التواصل مع البرنامج يعني اللواء اسماعيل عثمان يعني شوف الناس بقى بتفكر يا ما هنا يا ما هناك بقى واللواء اسماعيل عثمان وده يرفع سماعه التليفون يخلص والجيش يتدخل دي اكبر دليل اقسم بالله يعني انا فرحان جدا بالمكالمه دي رغم ان الراجل عنده مشكله بس انا مبسوط عشان الناس اللي بتتكلم على جيشنا ورجال القوات المسلحه تشوف ان الناس عايشه الحياه العاديه وبيتصل في برنامج عشان يخلص موضوع يعني هو ما راحش الوزير مكتبه ما كلمش محسن بيه ولا طارق باشا ولا علي عبد العزيز ولا اي حاجه عشان يروح يحل المشكله ده بيتكلم في التليفون زي المواطنين والله العظيم يا بالله عليك لازم تحل المشكله دي ان شاء الله. طيب هناخد مصطفى من الجيزه. اهلا مصطفى. الو السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل يا فندم اتفضل. مسي على سياده الوزير الله يسلمك ومشكور على المجهود الكبير اللي بيعمله حضرتك ده. الله يعزك. شكرا يا استاذ مصطفى. الله يخليك يا فندم. بالنسبه لي حضرتك انا كنت بقدم في موضوع الاسكان الاجتماعي بتاع الشباب والاسم ان شاء الله الحمد لله كان موجود يعني وبعتوا لي ناس من صندوق التمويل العقاري وخدوا بياناتي كامله لان بلدنا بعيده يعني عن المنطقه فالمهم حضرتك ايه وقالوا لي هبعت لك على البنك فجات لي رساله اول امبارح من بنك الاتحاد ما طب حاول تاني يا مصطفى. معانا سمير من القاهره هناخد التليفون ده ونسيب سياده الوزير يرد على الحاجات دي وبص كل دي الحاجات بتاع دار مصر الله لا يسيئك لان الناس مأمنيني امانه حاضر يعني بص خدها معاك الله يخلي عشان لو ما قلناهاش كلها بالله عليك تشوف الحاجات دي حاضر ماشي اتفضل يا استاذ سمير السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا فندم
كنت عايز بس اقول لمعالي الوزير على مشروع دار مصر. دار مصر اتفضل، احنا لسه مديله الورقه اهو قدامك. ايوه انا شايف. اتفضل. بس اول حاجه المساحات، يعني المساحات قليله جدا عن الذكر في كراسه الشروط، في حوالي 3 4 متر اقل من كراسه الشروط. دي نقطه. النقطه الثانيه التشطيبات، المعالي الوزير قال ان احنا هنختار بين اربع نماذج. الاربع نماذج حضرتك دول اللي هو معالي الوزير عملهم عباره عن اربع حمامات او خمس حمامات بالظبط. وقسمهم على الاربع نماذج، يعني تقريبا في حمامات كلها متكرره في نفس النماذج، فكده ما كانش في اختيار لاربع نماذج، بالعكس احنا بنختار من خمس حمامات، يعني انا شقتي فيها ثلاثه حمام. هي دار مصر دي متوسط ولا اجتماعي؟ متوسط. لا ده متوسط، ده بنص مليون جنيه الشقه. لا طبعا من حقك بقى تفاوضنا. ماشي ماشي. فالنماذج وفي حمام منهم كل الناس معترضه عليه، وصمموا ان هو يحطوه مع احسن نموذج في المشروع لونه لبني، وكل الناس مش عاجبها، واخترنا للاسف النموذج الاول علشان خاطر طيب. الكواليتي بتاعه سمير وضحت يا سمير وضحت. وخد بالك انا اغلب الاسئله اللي جايه النهارده الحقيقه رغم ان انا مركز في الاسكان الاجتماعي للناس الاقل دخلا، لكن اغلب الاسئله جايه من في دار مصر، بس وفي مجموعه ثانيه من الحاجات. كل اللي بعتوا اسئله او بعتوا على الهاشتاج كل الحاجات محطوطه لسياده الوزير هياخدها معاه، وانا اثق في ان هو هيشوف كل الشكاوي دي. ده فندم تويتر اهو، يعني كتير جدا. ليه ناس ما تعملش ايجار؟ ازاي تحاربوا تجار وسماسره الاراضي والوزاره لا تطرح اراضي جديده؟ انا قدمت في شقق الاسكان المتوسط ومفيش فايده، وقدمت في ارض الاسكان الاجتماعي ومفيش فايده، اللي هو بقى ايه طول الامل، يعني الناس كتيره بتقدم ومفيش. انا امراه معيله وعندي اربع اولاد ورقمي في الاولويه 12306 في كشوف القاهره الجديده، اين حق المراه المعيله؟ يا ريت زي ما في تنميه شامله في 6 اكتوبر المفروض يكون في تنميه برضه في العاشر، مش تبقى منطقه سكنيه. ده دار مصر دي في العاشر ولا لا؟ دي في في العبور، اسف. لو سمحت يا استاذ خالد، بقالي سنه ونص مقدم في اعلان شقق السلام، وبعدين رحت سالت قالوا لي حول الى مدينه بدر، رحت تاني يوم حول قالوا لي باب التحويل اتقفل، وانا ما اعرفش انه ده كان اخر يوم للتحويل، ارجو الافاده. بلغ الوزير قانون الايجار القديم غير قانوني، دي قضيه تاريخيه قويه، بس هي لازم تتنظر على فكره، موضوع الايجار القديم لازم يتنظر. يا ترى يا استاذ خالد وسياده الوزير هيعرضوا شقق الاسكان الفاخر اللي هي حق الوزاره في امتداد الرحاب ومدينتي للجمهور امتى؟ وهل هيبقى بالقرعه ولا ايه ظروفها؟ يا ريت تنزل بورسعيد وتشوف المشروع الجملي على ارض الواقع، احنا خلاص تعبنا من كل حاجه. مشروع بقاله 3 سنين على 3 محافظين، وكل واحد بمزاجه يعمل اللي هو عايزه. دبيب وعمر من بورسعيد، احنا نعمل ايه؟ نجيب منين 30,000 واحنا ساكنين بالايجار والعيشه غاليه؟ شوف بقى دي ام سلوى. عاوز اقول وزير اسكان في سمسره الاسكان الاجتماعي بيعملوا مفردات مرات، الله اكبر. بص دي بقى، عاوز اقول وزير اسكان في سمسره الاسكان الاجتماعي بيعملوا مفردات مرتب ب 500 وياخدوا اوفر 6,000 غير ثمن الشقه، وبيساعدهم موظفين البنك، ارجوك راقبهم، كفايه فساد. ام منى العمري دي جميله، دي حته خطيره خطيره، عايزين نحققها كمان هنا في النهار يا اساتذه ونشوف الناس دي. اين الدوله من مشروع ابن بيتك؟ الرئيس اتكلم عن مشروع ابن بيتك الحقيقه. المساكن الجديده بالغربيه مركز السطح متى تتسكن؟ واخدوا فلوس الناس من اكتر من 5 شهور لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجه عنها. خد بالك انت اكتر وزير جاله الاسئله على تويتر وعلى اليوم السابع. انا مقدم في القاهره الجديده ورقمي بعد 60,000، والرئيس قال كل اللي قدم هياخد شقق. محمود جلال، ليه الحكومه ما تعملش ايجار باسعار مناسبه؟ ده سحر احمد. نحن خاسرون القرعه التكميليه للاراضي الموازيه. شوف انا قلت لكم كل الحاجات وقلت نماذج، وهيبقى ايه مع سياده الوزير؟ هاخد فاصل وهرجع كل سيادة الوزير شاف كل الحاجات دي ويرد لكم على كلها مرة واحدة إن شاء الله، بس بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، احنا في الفاصل جالنا أسئلة تانية. هات الأسئلة دي، معلش أنا آسف، جالك أسئلة تانية معلش على الهاشتاج. أنا بس مش عايز أضيع فرصة حد كتب حاجة. يا جماعه ادي اكتر وزير جاله اسئله، اكتر وزير جاله اسئله، والتفاعل كويس جدا الحقيقه على الهاشتاج بتاع اليوم السابع وعلى السوشيال ميديا بتاعه النهار.
انا هسيبها، اوعدني ان حضرتك تشوف كل ده طبعًا عشان طبعًا مش هنقدر نرد في كل الوقت. طبعًا طبعًا ده وعد من سيادة الوزير، وانا الحقيقه مجربه في الوعود لان هو كان عنده مشاغل ووعدني انه يجي النهارده فجه. فيعني بليز حطهم بقى دول الاسئله دي ودول ان شاء الله. طيب قبل ما هنتكلم على دار مصر، احنا الحقيقه نتيجه انه ناس كتير بعتوا لي على دار مصر فبعتنا كاميرات صورت هناك، هنشوف دار مصر دي شكلها ايه اللي فيه العبور. عملنا التقرير اللي جاي جاز. طيب هنعرضها بعد شويه. ماشي حاضر يا استاذ والي، ظالمني النهارده. ماشي طيب سيادة الوزير، اسئله كتير مداخلات حضرتك شايف، يمكن قريت شكر الله لك في الفاصل قريت شويه حاجات، وعلى فكره واحنا في الفاصل برضو دخل زميلي هنا من النهار شغال في الاستوديو هنا محمد طه طه، واشتكى الوزير من انه قدم ومنطبق، يعني في ناس بتقدم بينطبق عليها الشروط بس تاخد بقى دور كبير. يعني انت بتقول لي 13000 وحده هنا، اللي تقدم 75 مثلا او 70 بينطبق على 65. طب ال 13 خدوا، طب الباقي هياخدوا امتى؟ وهل هيبقى ليهم اولويه في مدن ثانيه؟ هل هيتعمل عايز يسكن في اكتوبر؟ طب هتعمل حاجه ثانيه في اكتوبر؟ فيعني ايه الدنيا دي بقى؟ خليني ارد على اول اخر واحد اللي حضرتك قلته، لان دول دايما هم الشغل الشاغل لينا اللي هم الشباب ومحدودي الدخل في الاسكان الاجتماعي. يمكن ده يمكن كان توجه حتى لما سياده الرئيس قال يعني ان شاء الله بقدر ما هيمكننا كل اللي هيقدم هياخد. ده طبقا للاماكن اللي متاح فيها اراضي، لان خد بال حضرتك ان حضرتك يعني احد كانت النقاط اللي فعلا احد المواطنين قالها، طب انا كنت حاجز في السلام وجاء ترتيبي متاخر فقالوا لي حول في بدر. السلام دي اللي هي في محافظه القاهره. بيبقى مشكلتنا دايما في جوه المحافظات ان بتبقى الاراضي اللي بنبني عليها محدوده، اللي هي فقط اراضي املاك الدوله. فممكن يا دوبك الارض اللي المحافظه بتديها لنا عشان نبني عليها يا دوبك 3 4 عمارات. تمام. يتقدم لي ما يعادل 30 عماره. تمام. يروحوا الفرق ده كله ده فين؟ اه. فاللي بيحصل ان احنا لو عندنا بديل في مدينه جديده جوه المحافظه بتقترح بنقول لهم تعالوا هناك خدوا هناك في المدينه الجديده، وده اللي حصل لمنطقه السلام. ان احنا قلنا اللي عايز يحول لبدر وده اختياري مش اجبار يجي اهلا وسهلا، وناس كتيره جدا الالاف. طب اللي عايز في السلام مثلا اهله في السلام او كده، هل هيدي في وحدات حضرتك طبقا للاراضي اللي بتبقى متاحه بنبني ودي بتبقى مش في ايدينا انا كوزاره، بتبقى تبع المحافظه لان المحافظه هي اللي بتوفر الارض لاملاك دوله. نيجي للاخ محمد طه طه اللي هو يعني كنا فعلا في اكتوبر اللي انطبق عليهم الشروط حوالي 60000 وكل اللي كان مبني 13. ان شاء لما الرئيس طرح المبادره ان احنا نبني 200000 وحده جديده غير ال 256 اللي بنبنيهم ويبقوا في خلال سنه، قررنا ان احنا نستوعب كل بتوع 6 اكتوبر لان عندنا اراضي وهنبدا فعلا ننزل ننفذ عليها بحيث ان احنا نستوعب كل هذه المجموعه. تمام. ففي كل مدينه عندنا اراضي متاحه وعندنا قائمه انتظار كبيره هنبني وان شاء الله ناخد الناس دي طبقا لخطه التنفيذ بتاعتها. طيب ده بالنسبه للاسكان الكبير. هترد لي بس لا انا معايا معلش انا اسف لان معايا نائب برلماني على التليفون عايز يكلم حضرتك، نائب احمد الشرقاوي هو متصل نائب عن المنصوره، هو اتصل عايز يعمل مداخله مع سيادتك. اهلا بيك سياده النائب. الو. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا اهلا يا فندم، اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك. تحياتي للوزير الدكتور مصطفى مدبولي. اهلا وسهلا استاذ سياده النائب. اهلا بحضرتك. والله انا بتكلم علشان مشروع ابراج المنصوره التابع لهيئه تعاونيات البناء والاسكان. هذا المشروع تم التعاقد عليه من قبل الحاجزين من سنه 2000. تمام. الناس كلها دفعت دفعات الحجز ودفعت الاقساط وبتسدد اقساط حتى تاريخه ولم يتم تسليم الوحدات حتى الان. مساله غريبه جدا تعاقب على حلها مجموعة من رؤساء الوزارات ومجموعة من وزراء الإسكان، وللأسف الشديد أبراج هياكل خرسانية تقارب من 868 وحدة سكنية داخل مدينة المنصورة. تمام. لك حضرتك أنك تتخيل كمية الشقق وعددها اللي موجودة ومبنية بهياكل خرسانية ولم يتم ده اسكان ايه يا فندم؟ دي متوسط ولا ده كان تعاوني يا فندم؟ اسكان تعاوني. ده اسكان تعاوني. تمام تمام. حصل مشكله بين المقاول وبين هيئه تعاونات البناء فوقفت
فوقفت من سنه كامل. المساله دي متوقفه، بنتكلم في 15 سنه. يا الهي، احنا في مصر النهارده اللي محتاجه كل يوم نبني شقق جديده عشان نسكن الشباب فيها، شباب حجزت سنه 2000 اولادهم بقوا شباب دلوقتي. صحيح، عندك حق سياده النائب. حتى الان لم يتم حل هذه المشكله. بشكرك سياده النائب احمد شرقاوي، قضيه مهمه جدا وخطيره. يا ريت برضه يا محمود سعد ابعت لنا نصور الابراج بتاعه المنصوره دي، اهلنا في المنصوره لازم نبقى جنبهم، انا من السنبلاوين اصلا اصلي، فده برضه مهم جدا عشان اهلنا في المنصوره ونشوف الابراج دي شكلها ازاي. واللي عنده على فكره حالات زي دي يا جماعه ممكن تكلمونا دلوقتي، في سهل جدا التواصل مع البرنامج سواء على الارقام اللي قدام حضراتكم، سواء عبر الهاشتاجات اللي بنعملها، سواء عبر السوشيال ميديا بتاعه النهار. كلمونا وقولوا لنا واحنا ننزل نحقق الحاجات دي بنفسنا ونشوفها. هنشوف برضو قبل التقرير بتاع دار مصر هناخد رضا من السعودية، معلش عشان ده متكلم دولي بقاله كتير. اهلا يا رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا فندم. استاذ خالد ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبي اتفضل. يلا الله يخليك. مع بس بوجه سؤال لمعالي الوزير بالنسبة لبيت الوطن. احنا حاجزين من في 2012 من 1/4/2012. تمام. وكان شروط التعاقد ان احنا نستلم الاراضي كامله المرافق في 2013. تمام. وما استلمناهاش كامله المرافق، وتم تاجيل المرافق لاكثر من مره. وفي زياده اعباء ماليه تم اضافتها علينا مش موجوده في شروط التعاقد نهائيا. تمام. حملت علينا بنسبه 3% للتعاقد، وما كانش موجود خالص بشروط التعاقد وعلى موقع الوزاره. تمام. مش كلام ان احنا بنقوله، موجود على موقع الوزاره وتم تغييره. وانا كلمت المهندس خالد عباس شخصيا. وقال لي 1% دي مجلس الامن مش موجوده عليكم، والاعباء الماليه اللي اتحطت علينا. وتواصلنا حضرتك اكتر من مره مع الوزاره عشان يردوا علينا بخطابات رسميه او اي شيء، محدش بيسال فينا خالص. واضحه جدا يا رضا، واضحه واضحه رضا. وعايز اقول لك الورق اللي انا مديه لسياده الوزير برضو في عدد كبير جدا منه في بيت الوطن، يبقى بيت وطن ودار مصر الى جانب بعض المشاكل المتفرقه زي برضو اللي قالها سياده النائب احمد الشرقاوي. واحنا جاهزين نحقق الحاجات دي على الارض يا جماعه، ونبعت لكم كاميرات ونشوف ونواجه الوزراء بهذا الامر. هنشوف دار مصر اللي هي اسكان محدود الدخل في المتوسط، اسف، في العبور، هنشوف هذا التقرير ونرجع نسيب الوزير يرد على كل الحاجات دي. اهتمينا جدا المره دي بالاسكان المتوسط جدا، وحاولنا ان احنا نطوره بقدر الامكان، وعملنا كان هو الاسكان متوسط المساحه بيبدا من 100 متر لحد 140 متر، ولكن فاخر التشطيب، فاخر التشطيب. عملنا اربع نماذج مختلفه من اعلى الماركات للسيراميك ومن كل حاجه، واعلى مستوى للنجاره، حتى النجاره عاملينها من الخشب الطبيعي. الشقه عباره عن اخده سيراميك رخامي بالنسبه للريسبشن، وسيراميك شبه الباركيه بالنسبه لاوض الغرف النوم، ومن اعلى انواع السيراميكات بالنسبه للحمامات والمطابخ. احنا حتى اهتمينا كمان بمداخل العمارات. كانت الاول ارتفاع الرخام بيوصل لحد متر، دلوقتي احنا عملناه لحد السقف، وده بتعليمات الوزير. واهتمينا حتى بالكرانيش، بالمواقع. ايه اللي حصل؟ جهاز هنج؟ ينفع كده؟ ماشي. طيب، يعني على العموم خدنا اطلاله، بس رغم هذا المشهد البديع، معلش الجهاز مش مظبوط، رغم هذا المشهد البديع الا انه احد المواطنين دلوقتي كان بيتكلم بيقول انه الحمامات وتقسيمه الحمامات وفيها مشاكل. حضرتك رد بقى. طيب. احنا عندنا وقت قد ايه بس؟ لا لا، رد 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 بس. طيب، بس انت وعدتني انه الحاجات دي كلها والله لا يسيئك، دي امانه. طبعا لا لا لا، لا طبعا، يعني انا كلها هنرد عليها ان شاء الله، لكن خلينا نتكلم على، هبدا واحده واحده طبقا للنقاط اللي أثيرت من المواطنين. أولا يمكن مشروع دار مصر، دار مصر ده إسكان متوسط، حضرتك اللي حضرتك شفنا جزء منه في الفيلم اللي اتقطع ده دلوقتي. المشروع ده بالرغم ان احنا بنقول عليه إسكان متوسط، لكن هو في حقيقة الأمر هو إسكان فاخر، معايير أعلى مستوى من التشطيبات بيتعمل في هذا المشروع. يعني بس عشان حضرتك تبقى عارف، أعلى مستوى من أنواع السيراميك اللي هي أعلى حاجة في الجودة، إن لو واحد بيشطب فيلا هيجيب المستوى، هيجيب النوع ده، مش هيجيب حاجة تانية. وموديل السنة دي
عشان برضو ما حدش يقول انتوا جايبين انواع قديمه وفرز اول. الخلاطات اعلى مستوى حضرتك اسماء موجوده في السوق. ليه مشاكل كتيره جايه منها؟ مش مشاكل يا فندم، هو اللي جاي اولا هقولها بمنتهى الامانه، احنا المشروع ده احنا منزلينه كنوع من التحدي عشان نضبط اسعار السوق. لما النهارده انا بقول واللي اثير وهوجمنا على ان بيقولك ازاي الشقه وصل 500,000، ما هو الشقه اللي انا ببيعها ب 500,000 دي المعادل ليها واقل في مستوى التشطيب وانا بتحدى وواثق من كلامي بيتباع بفوق المليون. هي هي في نفس المنطقه، مش في نفس المنطقه، الناحيه الثانيه من الشارع. الناحيه الثانيه من الشارع بتتباع بفوق المليون، فوق المليون. نفس المساحه وبمستوى تشطيب اقل. يعني انت عاملها كمان بهدف انك تخفض الاسعار بهدف ان انا اظبط سعر السوق في هذه النوعيه من الوحدات. تمام. وبرضو دي اتفقنا مع البنك المركزي ان يبقى لها مبادره في موضوع الفايده وتبقى فايده 8% متناقصه. تمام. فبقت حتى بيستفيد لو هو هيدخل بالتمويل العقاري بقى بيدفع، وبرضو هو يسدد على 20 سنه، على لغايه بالظبط لغايه 20 سنه زي ما هو عايز. النهارده اللي احنا قلناه لما جينا حطينا موضوع التشطيب، لان احنا كان في بعض الناس قالك طب ما تسلمنا نص تشطيب، احنا قلنا اسفين. لان فكره النص تشطيب دي حضرتك بتخلي الموقع ده يفضل طول حياته ورشه عمل. الناس بقى طالعه داخله العماره دي عمرها ما هتنضف. حضرتك تخيل انت عندك 24 شقه في العماره، كل واحد بمزاجه يقرر انه يشطب في وقت ما. هتلاقي العربيات جايه ورمل طالع ورمل نازل والخبط طول النهار، والجيران بيتخانقوا والمكان كله رمل وانا اسف ويعني وقمامه قاعدين الى ما لا نهايه الى ما شاء الله. قلنا لا، زي كل الكومباوندات المحترمه هيبقى كله تشطيب. وحطينا اربع بدائل للتشطيب عشان الناس تختار منها. وقلنا يا جماعه حطيناها على المواقع الالكترونيه. وقلنا عشان احنا كنا برضو عشان حضرتك تبقى عارف وحضرتك استاذ خالد وانت عارف الموضوع، لما بيعلن عن مشروع زي ده في بعض الشركات في قطاع خاص بيقول لك انا اهو المشروع على الورق وهسلمك في خلال 3 سنين 4 سنين. والمواطن هو اللي بيدفع ويمول. بالظبط يا فندم، احنا قلنا هنخلص في 18 شهر. هتستلم شقتك في 18 شهر. يعني اقل من نص المده اللي بتتعرض عليها في اي حته خاصه. عشان نقدر نعمل هذا الكلام احنا قلنا ايه؟ طيب نختار بديلين او ثلاثه من البدائل الاربعه اللي احنا حاطينها، المواطنين يدخلوا على المواقع الالكترونيه يصوتوا ويقولوا لنا ايه افضل انواع التشطيب اللي هم مختارينها. دخل فعلا اكتر من 10,000 واحد صوتوا وصوتوا، ودي عينه تعتبر عينه معبره جدا النهارده، واختاروا بديلين قالوا دول افضل بديلين يا جماعه، ابداوا شطبوا عليهم الوحدات طبقا ل اولويات المواطنين. تمام. الاختلافات فين؟ فعلا في الحمامات. الوان الارضيات بتاعه الريسبشن والمطابخ، المطابخ عندنا بديلين برضو متقاربين فالمواطن سهلين ودول موجودين في البديلين فكده كده هيتنفذوا، هو كان فقط الاختلاف في الحمامات. وبرضو زي ما بقول لان احد المواطنين كان بيشير هذا الموضوع، احنا مختارينهم من افضل شركات السيراميك اللي في البلد بالوان مختلفه والمواطنين هم اللي قرروا. تمام. وارد جدا ان واحد مش هيعجبه ان الاغلبيه اختارت لوع معين ومش عاجبه انه يعني عايز حاجه تانية. لكن احنا كراجل النهارده بنفذ وبشطب وعشان اقدر اخلص واسلم في الوقت المتاح لازم بقدر الامكان ما بقاش عندي، عارف حضرتك انا كمقاول لو اجي هاخد المشروع هبقى عايز اجيب كميه كبيره جدا من السيراميك مره واحده وابدا انفذ بناء عليها، لكن لو حاجه ادخل على عماره كل حمام بلون بشكل مش عارف هتبقى مصيبه سودا، هنقعد بقى الى ما شاء الله عشان نعرف نخلص. فكانت الفكره ودي اللي بتلجا اليها كل الشركات مش احنا كدوله بيعملوا نفس الكلام. طيب بيت الوطن بقى. بيت الوطن يا فندم، بيت الوطن كاراضي مصريين في الخارج، وده الاخ دي مشكله اللي هو ازليه. أيوة. رضا أيوة. بالسعوديه المشكلة في الواقع النهاردة منحصرة في مدينة القاهرة الجديدة. المدن الأخرى اللي أعلن عنهم زي زايد، دمياط، بدر، كل دول المواطنين جم واستلموا الأراضي والنهاردة خلاص ما عندهمش أي مشاكل. مشكلة كانت في القاهرة الجديدة. مشكلة في القاهرة الجديدة في الأساس. يعني بقية الناس الباقي الناس كلها بتستلم، وموقع كمان عشان برضو أبقى صادق في جزء في المنيا كان عندنا طرحين موقعين في المنيا، في موقع ما فيهوش مشاكل وموقع تاني كان فيه مشكله فيما يخص الارتفاعات وحليناها، دي اخرت شويه موضوع التراخيص. مشكله القاهره الجديده كانت المرافق.
لان منطقه جديده خالص بالكامل، وكان ان احنا نبدا نعمل المرافق. المشروع صح اتطرح في 2012 وكان المفروض يتسلم في 2013، فعليا انا لما توليت المسؤوليه في 2014 ما كانش لسه حتى اتطرحت اعمال المرافق. تمام. فبدانا نعمل الرسومات والكلام ده كله علشان يعني ابدا. طب امتى تديهم وعد؟ معلنين يا فندم ان شاء الله اعتبارا من في مناطق هتبدا من شهر 5 اللي هو كمان يعني بنتكلم في شهرين 3 هنبدا نسلم. والغالبيه هتبدا من 30/6 كله ان شاء الله يستلم. طيب ده بالنسبه للناس اللي كانت حاجزه في 2012. التعاونيات بقى، أنا التعاونيات مشروع ممكن أطلب من سيادتك طلب لو توعدني بيه، يعني هتلم الورق ده؟ أه طبعا كل الحاجات طبعا. وبعدين بعد إذنك مع الأستاذ هاني يونس المشاور الإعلامي لو يدينا ردود وننزلها برضو للناس على موقع النهار في السوشيال ميديا هيبقى حاجة كويسة، حتى جمع الحاجات ونوعد الناس إن احنا نرد على الحاجات دي حتى بتطمينات إن شاء الله. حاضر. تمام. مشروع المنصورة معلش حضرتك، لأن طبعا السيد النائب المحترم أحمد الشرقاوي أثار هذا المشروع. مشكلة هذا المشروع زي ما هو قال انه بدأ من سنة 2000 وكان تعاقد ما بين هيئة التعاونيات عاملة كمشروع اسكان تعاوني والمواطنين بيدخلوا يحجزوا من خلال جمعية تعاوني جمعية اسكان ويتعمل المشروع، وكانت هيئة التعاونيات البناء المفروض اشتغلت، وفي شركة مقاولات نزلت واستلمت الموقع بسعر محدد. نتيجة لمشاكل في الموقع الشركة ما قدرتش تكمل المشروع او توقفت. بس واضح ان المشكله عندك لانك مذاكرها اهو. ما انا بقول لحضرتك اه بالظبط، ما انا ابتديت اذاكرها برضو مع حاجه من الحاجات اللي يعني الواحد بيورثها. ما هو حاجه بقى لها 15 سنه. طب انا ذنبي ايه؟ لكن انا مسؤول عنها ولازم نحلها. تمام. فالنهارده الموقف كان بهذا الشكل، بتجد مشكله موجوده وعلى فكره في القضاء واتحكم فيها 3 مرات وبعدين حصل فيها. طب تقول له ايه للنائب احمد شرقاوي؟ ده حضرتك اللي النهارده بنعمله النهارده كآلية، ان احنا النهارده هنبدا بنحسب التكلفه النهائيه ان المشروع ده يخلص في خلال اقل من سنه ان شاء الله الشركه تنزل تكمل المشروع، او ان احنا نسنده لاي جهه اخرى لو الشركه رفضت بناء على التكلفه دي، ولكن الاساس لان هناك حكم قضاء للشركه انها يمكنها انها تكمل المشروع. انا بتكلم على شركه المقاولات. الحل الوحيد النهارده ان احنا نقول تكلفه انهاء الوحدات دي قد ايه، المواطنين او الحاجزين يوافقوا على هذا الكلام، هننزل يعني نخلص الوحدات. ما هو لازم حضرتك لان طيب. فكره المشروع ماشي. هم اللي بيتحملوا تكلفه هذا المشروع اسكان طيب. تعاوني. اسماعيل عثمان اللي هو اسماعيل عثمان اللي هو اسماعيل طبعا بص حضرتك، هو كمبدا احنا طبعا انا متفاهم هو بيقول ايه، ولكن الفكره كلها هو حجز هذه القطعه من فتره طويله. هو بيتكلم اعتقد كان في 2008 او 2007. احنا النهارده بعد 10 سنوات قيمة المتر اللي كان من 10 سنوات غير قيمة المتر النهاردة. فالتقييم اللي اتعمل بناء على أسعار اليوم وده اللي هو الآلية اللي احنا شغالين. هو هيبني دور زيادة فده بنديله علاوة. علاوة ماشي على كل إجمالي الأرض ولا هو ده بيبقى الآلية اللي احنا بنحطها حضرتك انك انت بتاخد الآلية دي بيقول لك تطفش المستثمرين لا يعمل حضانة. لا هي طبقا ليمكن النشاط اللي هو موجود فيه. هو طبعا كحضانة هو في النهايه خد بال حضرتك انا كدوله بتعامل مع هذه المشروعات طالما هي مشروعات خاصه بيبقى ليها اسلوب انها مشروعات خاصه غير انها يكون مشروع حكومي ان الدوله رايحه داخله تعمل مدرسه حكوميه ولا بتعمل حاجه دي بتبقى لها وضع تاني. لكن ده في النهايه هو مشروع خاص فطبعا بيبقى فيه هناك تقييم بناء على هذه المعطيات بيبقى راجع ليه ايه اساسه هو سعر النهارده لهذا النوع من النشاط. ده اللي احنا بنطبقه يعني على الكل يعني لازم اللي احنا بنطبقه على الكل تمام. سواء تجاري اداري تمام. تعليمي طيب. الكل بيتعامل بهذا الكلام طيب. المواضيع الاخرى عشان برضو سريعا في تلغرافات موضوع الايجار القديم انا مع حضرتك تماما ان احنا لازم نضع حل جذري لهذا الموضوع، واحنا يمكن ضمن البرنامج الحكومه اللي احنا ان شاء الله هنقدمه للبرلمان مجموعه من الاصلاحات التشريعيه منها هذا الموضوع تمام. وفي تنسيق النهارده مع لجنه الاسكان ان احنا ازاي نبدا نعرض هذا الموضوع لانها قضيه كبيره جدا ولازم نضع لها حل عادل ان احنا نبدا نتحرك ازاي فيها، هتبقى بالتنسيق مع لجنه الاسكان في البرلمان ان شاء تمام. الله. اين الدوله من مشروع ابن بيتك؟ مشروع ابن بيتك فكرته كانت فكره حالمه وجميله ان انا اخلي المواطن هو اللي يروح تديله ارض هو اللي يديله الارض ويبني.
لكن مشكلتنا ان نفذناه باسلوب غلط. ان احنا ادينا المواطن الارض قبل ما نكون خلصنا المرافق. والاهم صحيح ادينا له تصميم معين للبيت لكن تركناه لاي مقاول ولا اي حد ينفذ زي ما هو عايز عشوائيه برضه. فللاسف الموضوع طلع في الشكل مش بالصوره اللي احنا كانت كدوله كنا عايزينه. الدوله احنا عملنا ايه بقى في اخر سنتين ثلاثه؟ عشان حضرتك تبقى عارف الدوله في اخر ثلاث سنين انفقت 6 مليار جنيه عشان اخلص المرافق وابني المباني الخدميه لهذا المشروع. وده اللي على فكره اشار اليه سياده الرئيس في خطابه لما قال احنا كدوله لهذه الفئه احسن لنا احنا اللي نبني بنفسنا كدوله. صح. عشان اولا يوفر لي وان انا اعرف اطلع منتج في اللي لسه حضرتك شفته. في اماكن فيها مشاكل لحتى الان النهارده اخر منطقتين في اكتوبر النهارده بيخلصوا المنطقه السادسه والسابعه. احنا كان عندنا 7 مناطق. المناطق الاخرى خلصناها بالكامل. 6 و7 كان فيهم بعض المشاكل في المرافق ودول ان شاء الله بيخلصوا لغايه قبل 30/6 ان شاء الله. المشكله اللي عندي ايه؟ خلصنا مباني الخدمات كلها. مراكز طبيه ووحده صحيه ومدرسه والكلام ده كله. بنيجي نسلمها للوزاره المعنيه. الوزاره المعنيه بتقول ما انا مش هشغلها غير لما يبقوا المواطنين موجودين. المواطن بيجي يقول لك طب ما شغل لي الاول الخدمه علشان ابدا اجي. فاللي هو البيضه ولا الفرخ. لكن النهارده اللي احنا طرحناه واللي احنا بادئين نعمله ان في بعض المباني الخدميه بالفعل النهارده سلمناها وابتدت تشتغل في بعض المناطق. المباني الاخرى هنبدا نطرحها للجمعيات الاهليه والكلام ده ان هم يشتغلوا اداره خاصه حاجات ادارات لا اهلي عشان برضو ما يبقاش سعر يعني يبقى صوصف خيري يبقى حاجة كده بهذا الشكل علشان ان هو يبدأوا يشغلوا هذا الكلام كله. لكن احنا كمباني خلصناها بالكامل وانهيناها. تمام انت هتوعدني بالرد على دول. عندي اخر سؤال اخير بس قبل ما نخلص البرنامج. العاصمة الادارية الجديدة هو احنا هنقدر نبني الكلام ده ولا ان شاء الله يعني؟ ان شاء الله حضرتك. بس في ناس احنا كتير انت اكيد شايف في الجرايد ناس كتيرة جدا بتهاجم الدولة على موضوع العاصمة الإدارية الجديدة، تقول ده مشروع مبالغ فيه وإنه مش عارف إيه وهنجيب الفلوس دي منين وده مش مشروع قومي كبير ما تخلينا قاعدين. الجودة بتشوف أكيد الكلام ده، ترد على السادة المشاهدين في دقيقة تقول إيه وتطمنا إزاي؟ المشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو حل لمشاكل القاهرة المزمنة، مشاكل التكدس والزحام والعشوائية وموضوع نقل الوزارات. حضرتك لو نرجع ل 10 سنين و 12 سنة لمشاكل القاهرة كلها كانت بتطلع المانشيتات والخبراء نقل الوزارات بره القاهرة وقلب القاهرة وروحوا في مناطق وأسير. طب نروح شرقا ولا غربا ولا نروح فين؟ وكل الناس في الآخر أجمعوا إن الامتداد الطبيعي للقاهرة هو الشرق. شرق. فالنهاردة اللي الناس لازم تبقى فاهماه، العاصمة الإدارية كمشروع هو تجمع عمراني جديد زيه زي القاهرة الجديدة، زي العبور، زي الشروق، ولكن الاختلاف اللي فيه أو الزيادة اللي عليه إن أنا بحط له الوظيفة الإدارية إن أنا بنقل له مباني الوزارات تبقى هناك. موجودة هناك عشان أحل بيها مشكلة القاهرة الحالية إحنا المكدسة. إحنا معنا فلوس ولا في حد جاي فلوس ولا النهاردة اللي إحنا بنعمله يا فندم؟ طب سافر الصين قريب إن شاء الله يا فندم. اللي إحنا بنعمله النهاردة إن هناك طبقا لقرار جمهوري السيد الرئيس أصدره من أسابيع قليلة باعتبار العاصمة الإدارية مجتمع عمراني جديد وإنشاء شركة مصرية تتولى هي اللي تبقى المطور العقاري الرئيسي لهذا المشروع. النهاردة الشركة دي هي اللي بقت مسؤولة عن تطوير وإدارة وتنمية هذا معنا المشروع. معانا فلوس لده؟ يا فندم. طب أصل ناس كتير النهاردة بعد ما ماشي العبار ناس كتير بتقول إن ده مش هي عشان مشي عشان ما فيش أي عائد استثماري. لا بالعكس يا فندم، هو اللي حصل ان الاختلاف هو كان ان انا عايز اضمن حق اكبر حق للدوله من هذا المشروع. مش المشروع ان ملوش عائد، بالعكس هناك كان اتفاق كامل ان هذا المشروع هيبقى العائد الاستثماري بتاعه او العائد المالي بتاعه كبير جدا. انما كانت الفكره كلها كبدايه احنا ليه كنا عايزين العبار يبقى معانا انه يضخ استثمارات من بره بقى من بنوك بره كبيرة في فتره زمنيه قليله. هو كان عايز ياخد من بنوك هو طبعا لا 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 هو كان طبعا كاي مطور عقاري وده حقه هو بيبقى حاطه طبقا لخططه التمويليه وزي اي مطور بيحب ان هو يبقى اولا يبقى فيه فتره تسويق وفتره يعني بيع والكلام ده كله ومن حاصل جزء من حاصل البيع بيبني بيه مع جنبا مع جنب انتوا عايزين مع رأس المال.
احنا توجهنا عايزين هذا المشروع يطلع في اسرع وقت ممكن. هو كان بيتكلم في 7 سنين على الاقل او 10 سنين، احنا النهارده بنتكلم في 2 و3، عايزين نفس الحجم اللي يتعمل في 10 سنين يتعمل في 2 و3. وهتقدر ان شاء الله ان شاء الله. ليه؟ لا ده انا قلبي عندك بقى. لا لا الله يكون في عونك. لا لا انت سحبت عليا يا سياده الوزير. احنا لا الرئيس ضاغط عليك يا كابتن. بص حضرتك، لا بص يا فندم، يعني خليني اقول لحضرتك بمنتهى الامان، يعني انا عندي ايمان ويقين وقناعه ان البلد دي تستحق كتير قوي، وان احنا ضاع مننا وقت كتير قوي في الفترات اللي سابقه. فما ينفعش انك تشتغل تاني، هقول اللفظ، بيزنس از يوجوال، ان نفس الاسلوب او الريتم الطبيعي اللي كنا شغالين بيه. محتاج فعلا بشكرك. بشكرك بشكرك، وزير شاب، انجاز كبير، قدره على رد على الحاجات. يعني انا اتصورت ان موضوع المنصوره ده مش هيبقى عنده، بس يعني واضح انه مذاكر. فانا بشكرك الحقيقه على المذاكره وعلى الاهتمام وعلى الجهد اللي اتعمل، ومبروك للناس اللي واخدين اسكان اجتماعي، ويا رب تكملوا 1,000,000 وحده يا رب على خير، تكملوا العاصمه الاداريه عشان يبقى يعني حاجه تعجبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار. ربنا يوفقك، ووعدك الاخير بالرد على كل الناس عشان ما يبقاش الناس كتبوا ما ردناش عليهم. بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير، بشكركم شكرا جزيلا. اتطلع لكل حلقه يعني فيها معلومات مفيده، وهفضل انا مع سياده الوزير لحد ما يرد على كل الحاجات اللي انتوا كتبتوها على الهاشتاج او على الشبكات، شبكه التواصل بتاعه النهار. شكرا جزيلا. بكره الحقيقه حلقه هيبقى دماغ خفيف ولطيفه، لان احنا عارفين طيارات التجسس اللي عمالين نعلن عنها كل شويه، وادوات التجسس اللي كل شويه تتظبط في المطار. احنا هنجيب طياره هنا ان شاء الله، بس لو سمحوا يدخلوها لنا من المدينه بقى. يا بكره ان شاء الله نشوفكم، وتصبحوا على خير.